قل هل يعرف الشخص وقت الحساب أهو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، أو أنه يعرف ذلك مما يحدث له في قبره؟ نعم يعرف الحساب، يعرف أنه إن كان نوقش الحساب فهو على خطر، وإن كان أنه حوسب حسابا يسيرا فهو من أهل الجنة، يعرف هذا عند الحساب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المسلم صاحب الكبيرة إذا مات عليها وعذاب القبر، لا شك يقولون إنه إن نجا من سؤال الملكين فما بعده أيسر منه، إن نجا من فتنة القبر فما بعدها أيسر منها. لكن ما الذي يضمن لك النجاة من فتنة القبر؟ نعم.